لا زالت الحمى النسفية تسجل إصابات في العراق ووفيات كبيرة بشكل غير مسبوق. واضحة الأسباب تحدثنا عنها سابقا، هي عدم السيطرة من قبل الجهات البيطرية في بداية ظهور المرض بشكل روتيني لتتم مكافحة الفيروس ومكافحة نواقل هذا الفيروس اللي هو القراد. هو مرض خطير جدا، نسبة الوفيات تصل في بعض الدول دول الجوار إلى 60%، لكن احنا مقبلين على عيد الاضحى المبارك، عاد الله على الجميع بالخير والبركات. هناك موسم اضحيه واضاحي كثيره، ندعو الى التزام بالشروط الصحيه عند الذبح. الذابح يجب ان يلبس قفاز ثخين، وكذلك زوجين ان امكن زوجين من القفازات من الكفوف. الاقضي والنواحي يجب ان تكون هناك مجزره نظاميه يتم فيها الذبح ومراقبه ومتابعه وفحص الحيوانات المذبوحه من قبل كادر بيطري متخصص.